وقد علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى قد كذب جميع ما ذكر من الإفك، وأن الله تبارك وتعالى أنزل في هذا الكتاب الكريم آيات تقرأ في تبرئة عائشة. وقلت توجد طوائف اليوم، وإن وجد اليوم من يقول إن عائشة خبيثة وإن عائشة زانية وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد ذكر الله جل وعلا قد ذكر أنها قد زنت، إن بقي على هذا الاعتقاد واستمر على هذا الأمر بعدما وضحنا له قول الله تبارك وتعالى ورمى عائشة بالزنا، فقد كذب كلام الله وقد كفر بما أنزل الله، وحكم من كفر بما أنزل الله معلوم، عائشة بريئة بريئة. عائشة رضي الله تعالى عنها ابتلاها الله تعالى بهذه البلوى، وابتلى رسول الله بهذه البلوى، وبعد ذلك أنزل الله جل وعلا ما برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. للأمر ملابسة، عائشة ما وجدت مع رجل في بيت، وإنما الأمر، وإن قلت لك أمس الماضي إن الأمر كان في سفر عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرة، نزل النبي في موضع وأتوا بهودج عائشة وأنزلوه، عائشة ذهبت لتقضي حاجة ليلا وظنت أن النبي يبيت في هذا الموضع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام استراح قليلا ثم أمر بالمسير، فسار الجيش. عائشة ما عادت، رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإذا بالقوم قد رحلوا، أين تذهب؟ ليلا رأت أنها تبقى لعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا يفتقدها فيعودون ويجدونها في الموضع، فلم يحصل شيء من ذلك إلى أن طلع الفجر. فجاء ذلكم الرجل الصالح صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترجمته معلومة، وديانته مشهورة، وأمانته محفوظة. وجد عائشة رضي الله عنها جالسة تنتظر، قالت عائشة والله ما سمعت منه إلا أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ لها البعير، ساقها حتى بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحساد الحاقدون الحانقون من المنافقين، لما رأوا المشهد طاروا به وطيروا، شاركهم بعض الصحابة، حسان مصطح حمنة جماعة آخرين. لما أنزل الله تعالى براءتها أمر الله تعالى بجلد الذين قذفوها وجلد كل من يقذف اليوم. لو قال قائل لإنسان يا زانية يا زاني يا ابن الزانية البعيد، إما أن يثبت أن أمه زانية وإلا جلد 80 جلدة كما أمر الله. بعد نزول القرآن لا قول لأحد، وهل يعقل أن امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خبيثة؟ وهل يرضى الله جل وعلا لنبيه ذلك؟ لا والله. عائشة لما كثر حسان وتاب وجلد، ك
كان يتردد على عائشة ويدخل عليها يستاذن فتأذن. سب حسان عروة لأن عروة ابن الزبير، الزبير متزوج بأسماء بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، عائشة خالة عروة، عروة سب حسان قالت يا ابن أختي دعه لما تسبه، إنه شاعر رسول الله كان ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مظهر من مظاهر التسامح، مظهر من مظاهر العقل، مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر الخير وطيب القلب. أنا لو سبني إنسان أو شتمني إنسان أظل حانقا له مدى الدهر إلى أن ألقى الله، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قدمت رسول الله على حظها، لأن حسان شاعر رسول الله ينافع عن رسول الله، فما دام ينافع عن رسول الله كل ما يتعلق بي أنا تركته لا بأس بذلك. فما كانت ممن يؤاخذ حسان بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ودخل مسروق، ومسروق اسم رجل طالب علم، يدخل على عائشة وعلى ابن عباس وأدرك بعض الصحابة يأخذ منهم العلم، دخل على عائشة مسروق رحمه الله وعند عائشة حسان، حسان ابن ثابت، وذلك بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة يأتون إلى عائشة وإلى بقية زوجات رسول الله يسألون عن بعض القضايا والمسائل العلمية، عائشة أم المؤمنين يأتون إليها، ولكنهم لا يحدثونها إلا من وراء ستار وراء حجاب، يستأذن فتأذن، وإذا أذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها جلست خلف ستار ما لم يكن محرما لها. وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا أرادت أن يدخل عليها إنسان بعثت به بالطفل إلى زوجات أخيها يرضع حتى إذا كبر يدخل عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخل حسان وجاء مسروق، وإذا بحسان بن ثابت عند عائشة ينشدها شعر يشبب ويقول، يقول هذا البيت وله أبيات كثيرة، هذا البيت يصف فيه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويقول حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ايش هذا يا حسان؟ حصان رزان ما تزن بريبة، ايش معنات هذا الكلام؟ كلام عربي ونحن نتكلم بالعربية لكن ما نعلم ما معنى هذا. حصان رزان ما تزن، ايش معنات ما تزن؟ حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصان
يعني عائشة حصينة ممتنعة عفيفة كريمة حصان رزان رزينة عاقلة عالمة رشيدة ما تزن، يعني ما نظن بأن فيها ريبة أو فيها شك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لا تتهم ولا يظن فيها سوء، حصان رزان ما تزن، يعني لا يظن فيها ريبة ولا شك ولا فساد، بل هي المرأة العاقلة العفيفة العالمة الرشيدة الكريمة. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لا تأكل لحوم الناس ولا تغتاب الناس، لا غرثا لا تأكل لحم إنسان، بمعنى لا تغتاب تتكلم على فلان وهو غائب أو حاضر، وإنما مقامها هذا المقام الكريم العظيم، وهي أنها حصان رزان لا يظن فيها ريبة، وتصبح يأتي الصباح عليها أو المساء عليها وهي لا تأكل من لحوم الغوافل، والغوافل جمع غافل، الغافل الذي البعيد البعيد الذي لا يعلم الشيء، لا تأكل في عرضه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت له عائشة بعدما سمعت هذا البيت منه، وعائشة شاعرة عالمة فقيهة لغوية، الصحابة يأتون إليها يطرقون بابها يسألونها عن قضايا علمية عن قضايا لغوية، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إنها ابنة أبيها أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه المعلوم الحافظ للأنساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة لما سمعت هذا الكلام: لكنك لست كذلك يا حسان، أنت تكلمت وأكلت من لحوم الغوافل مدة من الزمن، ولكن لما تبت تاب الله تعالى عليك، والتوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا، الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. قال مسروق: فقلت لعائشة: لم تأذنين له يدخل عليك؟ لم تأذنين لحسان بن ثابت أن يدخل عليك؟ يعني لم لم تستمري على كراهية حسان وعلى الغضب على حسان وتقاطع حسان، حتى إنه لو جاء واستأذن يريد الدخول عليك لا تسمحين له؟ الجواب: هذا ليس من شأن المؤمن. الله تعالى يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا بد للمرء أن يتعرض في هذه الدنيا لوصب ولأمور، فلا يحنق ولا يحقد، بل عليه أن يعفو ويسامح. أحضر طعام لخليفة، ولعله عمر بن عبد العزيز، جيء بطعام وهو في مجلسه فأكل، وجيء بإناء ليغسل يديه الخليفة، والخليفة الأموي خليفة لبلاد جزيرة العرب، لبلاد العراق، لبلاد الشام، لبلاد القبط، لبلاد الهند، لبلاد السن. أتى الخادم الغلام العبد بالإناء حتى يغسل الخليفة يديه،
وبينما الغلام يحمل الإناء، وإذا بالإناء يسقط على الخليفة جميع الأوساخ على رأسه وثوبه. فنظر إلى الغلام، فلما نظر إلى الغلام قال له الغلام يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر في سبيل الله، توكل على الله. هذه تربية رباهم الإسلام، عرفوا القرآن، عرفوا ما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يأتي أعرابي من البادية ويضع رداء على عنق النبي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك. هذا أسلوبه، هو لا يريد سوء، لكن ما دام يعيش هنالك ليس في مدن وقرى صحراء ولا يعرف إلا الصحراء، لا يكلم بأسلوب إلا ذلك الأسلوب، وهذا أسلوبه، الرداء على عنق النبي وأعطني من مال الله ليس لأبيك ولا لجدك ويا محمد. لكن لو كان إنسان في المدن لا يفعل هذا، إنما يكتب عريضة ويضع عليها عريضة من نوع آخر ويقدمها للمسؤول والسكرتير، وبعد ذلك يا خليفة رسول الله ويا كذا ويا كذا إلى آخره، لأن الوضع يختلف. فماذا كان من رسول الله؟ لم يكن شيء، أمر له بشيء فوق، وأتى إليه آخر يقتضي دينا منه استدان النبي منه، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. اسلوب قاسي. عمر كان بجواره فلما رأى هذا الموقف قال يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق. فتوجه النبي إلى عمر وترك النبي الأعرابي، وقال النبي لعمر يا عمر أنا كنت أولى أن تأمرني بحسن القضاء، تقول لي يا رسول الله اقضي هذا حقه لأن له حق وما إلى ذلك، وأن تأمره بحسن الاقتضاء عندما يريد أن يقتضي حقه ويأخذه، لا يأتي بهذا الأسلوب القاسي. الأعرابي يريد أن يدخل في الإسلام فوجه إلى النبي هذا الأمر، ولما رأى هذا الأسلوب وهذه المعاملة الحسنة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذا أدب الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالأدب السامي العالي، والنبي قد تأدب بهذا الأدب، وقال الله تعالى له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، فعفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.